في السنوات الأخيرة أصبح دور تجارة الخدمات في التجارة العالمية بارزاً بشكل متزايد، وفي الصين نما حجم تجارة الخدمات بسرعة منذ عام 2012 بمعدل نمو سنوي يبلغ 7.8%. وفي ظل الوضع الجديد أصبحت تجارة الخدمات داعماً جديداً للنمو الاقتصادي للصين. في سياق الانخفاض الحاد في تجارة الخدمات العالمية، أظهرت تجارة الخدمات في الصين اتجاها ثابتا في الأشهر الأخيرة. باستثناء خدمات السفر، زادت واردات الصين من الخدمات وتصديرها بنسبة 2.1 في النصف الأول من العام. أصبحت تجارة الخدمات نقطة انطلاق جديدة لتعزيز التنافس ونقطة ارتكاز للنمو الاقتصادي. ووفقا لبيانات منظمة التجارة العالمية العام الماضي، احتلت الصين المرتبة الثالثة بين الاقتصادات العشرة الأولى ذات الفائض في خدمات الاتصالات والكمبيوتر والمعلومات العالمية. آفاق تنمية مستقبلية لتجارة الخدمات الصينية هي أساس تجارة الخدمات كثيفة معرفة. تلعب تجارة الخدمات دورا هاما في استقرار التجارة الخارجية وتوظيف وسلاسل التوريد. تدعم الصين تحرير وتسهيل تجارة الخدمات العالمية. سوق تجارة الخدمات الصينية ستكون مفتوحة في العالم، وسنعمل على تسهيل وصول الأسواق في قطاع الخدمات وتحرير تجارة الخدمات العالمية.